بشكل جدا مفاجئ فتحت امبارح قمر الطائي لايف على صفحتها الخاصة على انستغرام لترد على الإشاعات المنتشرة مؤخرا واللي زعم فيها البعض أنها على خلاف مع فريق نورمار وعبد الله وأنها تحت التهديد من طرفهم، فنفت هذا الشيء عن طريق هذا البث المباشر. أول شيء عبد الله ما مهددني، وأنا ترى أقدر هسه أطلع مثله لو أكو شيء أقدر أقولكم مهددني وروح وطيح وحظه يعني أوكي ما خايفة من شيء يعني. عبد الله ما مهددني، الحكي اللي طلع مو صحيح، سالفة كلش سخيفة كلش ما مزعطة يعني. اللي دا يقول هيجي يعني أي حد متقنطن على هالشي إذا تحس من تقول ليش عم تكذبي أنتي ابلع بلوك تقول إيش عم تكذبي، ترى أنا طلع بس هسه وما خايفة من أحد أوكي، ما خايفة من أحد يعني أوكي. إذا ما أقولكم أوكي روح وناس مهددين وأماني خايفة ماكو هيجي شيء يعني، أنا أقول يعني أكذب أقول أكو بليز كافي رجاء كافي. أما نورمار فاختار الرد على قمر بطريقة غير مباشرة عن طريق هالستوريهات. كيفكم يا جماعة الخير؟ شاء الله تكونوا بخير. حابب أحكي موضوع كتير حلو، أنا كتير مبسوط تمام، بس إنه بشكل عام حابب أحكي موضوع بعيدا عن البسط وهالشغلات. كيف ببعد عن المشاكل تلحاني، كيف بروح بجيني مشاكل يا أخي. أنا مالي حامل على حدا شيء ولا راح أحكي على حدا شيء ولا بدي من حدا شيء، فلهيك خلص تركوني بحالي لتجيبوا سيرتي. انا الحمد لله عم بركز على مستقبلي، عملت فريق جديد، عملت استديو جديد، عم بركز على مستقبلي، ما في مشاكل السوشيال ميديا اللي رح تخلص بيوم يومين فتره وبس ضجه لحتى يجيبوا مشاهدات او شيء. انا ماني مستقل كل الحكي اللي عم بصير، انا كل ما هناك رح اركز على مستقبلي، فبليز انا ماني حامل غلا حدا، وبالتوفيق للجميع والله يوفق الجميع ويعلي مراتبكم وتسبقوني، وبس هيك تسبقوني كمان حاج جيبوا سيرتي. انا بعيد عن المشاكل حاج جيبوا سيرتي حاج جيبوا سيرتي، راح اعتبر كل واحد جيب سيرتي بده مشاهدات. انتوا مو على اساس ما بتكون مشاهدات وانتوا اصلا فوق وانتوا القمه، فلا تجيبوا سيرتي عشان ما ينحكى عليكم انه انتوا بعتوا تجيبوا سيرتي. ناطش ستوري ما لحقت اكمل، بس بدي اوصل لكم اياه مثل ما وصلت لكم اياه يا جماعه، حتى انا ومتابعين اي واحد يحكي علينا نفكروا هيك، فخلص لا تحكوا عني ولا راح احكي عنكم ولا خلص. وانا الحمد لله اموري تمام، فريق جديد واستديو جديد وعبس هيك وكل شيء. وفي أخبار ثانية فقمر عم بتحضر لمفاجأة جديدة رح تعلن عنها اليوم على قناتها على يوتيوب، فأجابت على بعض توقعات المتابعين على انستغرام واللي كان من بينها أغنية أو خطوبة، وهيك كانت إجابات قمر. ما ندري فشو رأيكم باللي صار ورد نورمار؟ وما هي توقعاتكم لمفاجأة قمر؟ اكتبونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.